فمنير بشير استغرب، وانا كنت مسلطن تهموني زملائي او المدرسين، فكلهم قالوا لي انت كنت شارب خمر كذا. قلت لهم اي صح انا شارب خمر، لكنها كانت خمرة الوجد. انا ايضا كنت مصارع بهالفترة بعدني، وكنت في المعهد ايضا طالب. فالحفلة السنوية، احنا كل حفلة عندنا سنوية للطلاب، فبالحفلة السنوية انا غنيت مقام الرست. مقام الرست يعني لا يغنى من قبل يعني بعمري في ذلك الوقت. يعني مقام صعب، صعب جدا، وهو اصعب المقامات الحقيقة من ناحية فنية. اعطينا شيء منه لو سمحت. شوف هو يبدي يعني يبدي بالقرار. يا هذا اللي انت اديته قدام منير بشير، مو قدامه، حفله سنويه. يعني هو كان هو قاعد، نعم، في الحفله صارت في وكاله الانباء العراقيه اللي كانت على ابو نواس. على ابو نواس، وقاعد يمه كان المرحوم وكيل وزاره الثقافه والاعلام محمد جاسم الامين، كان وكيل وزاره، كان قاعد. فمنير بشير استغرب، وانا كنت مسلطن، وانا يعني حتى تهموني زملائي او المدرسين، سلطنت ما اعرف لويش. فكلهم قالوا لي انت كنت شارب خمر كذا. قلت لهم اي صح انا شارب خمر، لكنها كانت خمرة الوجد مو خمر، انا ما اشرب. فمنير بشير قام من مكانه قبل ما انزل من الستيج، قال لي انت وين تعمل؟ وين تشتغل؟ قلت له والله استاذ انا مصارع يعني رياضي. فضحك، قال لي باكر تجيني للوزاره تجيب لي عنوانك التركه وتروح، جيب لي عنوانك. طبعا انا بصراحه في ذلك الوقت استهانيت، ما مصدق يعني مصارع وعسكري، شو يطلع من عندي؟ يعني مسألة أصلا كنت في الخدمة العسكرية، الخدمة العسكرية تكاد تكون مستحيلة، يعني مستحيلة شلون أطلع. والله ما رحت ولا وديت ولا أبد. ورا شهر شهرين إجا زارنا منير بشير للمعهد، فصرخ قال حسين وين أجيبوا لي إياه؟ إيش بدك يعني، بعدنا إحنا شباب نستحي يعني، عفوا يا ما هذه. فجابوني حطوني مرة اللخ مرة ثانية أمام منير بشير، غنيت الرست مرة اللخ. هذه المرة فرضت نفسي عليه تماما، فهو قاعد خلصت أني قال لي تعال تعال، قعدت يمه. أنا مو قلت لك تعالي؟ هو هجري بهاي. هم قال لي وين تشتغل؟ قلت له مصارع وكذا ورياضي وعسكري. قال لي ايش قد بعت لك؟ قلت له بعد 7 أشهر أكمل. قال لي باكر جيب عنوانك وتجيني، اترك الرياضة أني أراويك العالم. الله، أي مكانك بالمقام العراقي مو مكانك في الرياضة. رجعت للجواب، رحت جونطيت العنوان، أنا يائس طبعا طلعت العنوان هيك لأنه ولا علي. ما مصدق يعني، النية مو صافية. وانطيت أيضا، قلت لها للسكرتيرة نجوى اسمها، قلت يابا يقول الضابط أنه ممكن أسافر إذا كتاب رسمي،
وراء نفس الشهر وإذا بي يصدر أمر أسافر ويا فرقة لمها منير بشير آني وكذا وكذا وهالمجموعة اللي إحنا صرنا فرقة التراث، وإذا يسافرنا حوالي شهر ونص إحنا نطلع 7 دول أوروبية ما شاء الله، وبيها إفادات بيها فلوس بيها إفادات، يعني كل بلد اللي رحنا له يعادل فوق الراتب مالتنا، يعني نقلني نقلة فظيعة.